شكرا. إذا مشاهدينا، كانت هذه الدكتورة ريم يوسف صاحبة مبادرة أمهات أطفال التوحد ذوي النعم كما قالت، وأتمنى أنه نحن نكون عندنا يمكن تغيير كبير جدا في عدد من المفاهيم، حتى على مستوى الكلمات والألفاظ والألقاب اللي ممكن تقال، وأتمنى أنه المجتمع يعي دوره الإيجابي في هذا الطريق. في النهاية هي مسألة ثقافة، والثقافة مجموعة من القيم والعادات والتقاليد والموروثات. كل هذه القيم والعادات والتقاليد والموروثات إذا نظرنا بعين فاحصة يمكن أن تؤدي بنا إلى موروث كبير جدا. في النهاية نطلق عليه ممكن كلمة تراث نفخر به ونفاخر به أمام الأجيال، ومن ثم أمام العالم، كما نفاخر جميعا الآن نحن في السودان وخارج السودان. عندما يأتي الذكر على تراث الدول فكلنا يفاخر بالتراث السوداني. لطالما كانت البادية السودانية فاتنة وساحرة، أما أن تنتقل بيئة البادية إلى قلب الخرطوم فذلك ما سعت إليه مبادرة سودان نتفق، إلى إبراز دوره ترسيخاً لقيم السلام والوحدة. إحنا المبادرة السلام عم البلدي والناس الكرة وطا، يعني قدر ما كان إنه الناس بقدر خلافاتها الكرة وطا، برضو نقول للناس نحن كممثلين أو كفنانين أو كمبدعين نتمنى إنه نحن البلد دي نوحدها مع بعض في الفن، يعني واجهة المطار، واجهة الكباري، ده كلها فيها رسومات، هنعمل رسومات، هنعمل احتصامات فنية. يعني الاحتصام الفني ده هو زي ده حاليا، والمبادرة كانت ناجحة حتى على المستوى التنظيمي، المبادرة ناجحة جدا، المبادرة ما شاء الله لقت رواج إعلامي كبير جدا من كل القنوات الفضائية، ونتمنى إحنا كفنانين وكمبدعين نكون مع بعض والسودان تتوحد لبعض ونمشي لقدام ونقول قدام يا بلد وقدام يا سودان. بيوت العرب الرحلي في غرب وجنوب كردفان وفولكلور المناطق في بحر العرب وما يصحبها من طقوس الزواج ومهرجانات الرقص والفرح. بيوت العرب الرحلي في غرب وجنوب كردفان وفولكلور المناطق في بحر العرب وما يصحبها من طقوس الزواج ومهرجانات الرقص والفرح البدوي المتدفق كانت حاضرة وطاغية مانحة الجميع الحياة والجمال. أي خالات دي بلدنا عليكم والله، بلدنا حلوة جميلة أفريقية عربية، السودان دولة حرة مستقرة، أي خالات دي سوداننا عليكم والله، البت الحلوة بالبسيط عرسوها ادوها لولد عمها ستروها، وي خالات دي سوداننا عليكم والله، دارينا الشوارع تفتحوها، المدارس تفتحوها، المساجد تكبروها، الخلاوي تمشي تقروها، الكنائس تزوروها، الأديان تكملوها، الكلمة الطيبة جوا سفر ليها القبولها، وي خالات دي سوداننا عليكم والله. ولكن ماذا يريدن هؤلاء من تنظيم معارض تراثية كهذه في قلب العاصمة الخرطوم؟ أنا دار السلام نقضي فروع الشدرة، فوق شدرة من قايمة هناية شدرة واحدة، لكنها منتقى فوق تفري جزورة بقى كتار. أنا ليلة بمنى الحاجة السمحة لعيالي، وأنا الليلة ده فريقنا حق العرب ده ما في زول بالحدة. أنا حاليوم دارين حرب الحروبات، قاعدين هنا لأن حرب الحروبات دي نهاية. دخلنا إلى بيوت التراث المضروبة على صفحة النيل فيما تعطر رائحة القهوة والعطور البلدية المكان، فكأنما جيء بعروس البادية على هودجها إلى شارع النيل حيث لا عطر بعد عروس. هنا تتناثر أواني الأكل والشرب وتقدم القهوة الأصيلة على أنغام النجارة والمردوم، ثم تصدح الحكامات بترانيم الهداي المسكرة. Yeah.
غنينا للسلام وللديار الحبيبة وللصباح. أما ما كان من حظنا السعيد قبل وداعهن على أمل اللقاء فقد كان لقناة الشروق من الطيب نصيب. بلغة بسيطة ولكنها واضحة، بإمكانيات قليلة ولكنها غنية، يدعوننا هؤلاء لأن نرى السودان على طريقتهن أجمل مما نراه. متوكل برير، الشروق، من شارع النيل، الخرطوم.